مرحبا. كمان عندنا رسيدي بالاوتوكاد، هيدا الرسمه بتتضمن اعتمادها كثير على امر الري بولير، فحنبلش رسم فيها. حناخد على مراحل، حنلون بعض الدوائر لغرض تبسيط الامور. مبدئيا انا عندي طبقه، مبدئيا في طبقه اسمها اكس، هي انا حستعين فيها. ارسم انا بطبقه الاكس، حرسم الاكسات، اخد لاين بهالشكل، في طول لنقول 200، في هذا الخط طوله 200. طبعا الرسم بطبقه، ننقله الى طبقه الاكسات، بطبقه الاكسات. هلا الاكسات عندنا اياها بهالشكل، حناخد لاين ثاني فيرتيكال لاين، حناخده بهالشكل كمان تقريبا لا على التعيين، هيدا هو موجود. حبلش ارسم انا هيدا الجزء الموجود لهون، اللي هو هيدا الشكل اللي ماخد شكل فرزي بهيدا المكان. حتى نوصل لإله، أول شيء بدنا نحدد السيركل الأعلى. السيركل الأعلى اللي هو هيدا، هو هيدا إلى 230، الدياميتر 230. السيركل الأعلى هيدا 230. بكل بساطة بنقل إلى طبقة واحد، الطبقة الأخرى تاعت الرسم، بطلب سيركل عن دياميتر هون على انترسكشن، بعطيه بيقول لي الدياميتر، بيقول له 230، كتب 230. هيدا بحاجة إلى أنه يطول الأكسات بعد ليصيروا لبرات السيركل. إذا كبرنا الأكسات صاروا برات السيركل، مديناهم أو مغطناهم بهالشكل، سنتر على السنتر بصير أكثر. رسمنا السيركل الأول اللي هو هيدا، السيركل السفلي اللي هو هيدا، خلينا ندور على الدياميتر اللي له. إذا الدياميتر اللي له هو 150، حيكون هيدا هو، إذا هيدا هو السيركل اللي 150 اللي حيكون تماس مع الشكل اللون الفرزي. فإذا أنا برسم سيركل آخر، برسم سيركل آخر هون، سيركل سنتر عن دياميتر وبعطيه 105. إذا عندي أول سيركل، أول ثاني، حأرجع أرسم التفاصيل اللي هون. إذا أنا عم برسم هاي الفرزي الموجودة هون، أو هاي الفتحة الموجودة، أو الثقب الموجود. هلا هيدا الثقب بيبعد عن اللاين اللي بالوسط بمقدار نص السبعين، 35. إذا أنا عملت أوفسيت لهيدا الخط 35 لفوق، اوفسيت على 35، لقيت الحدود تاعته. ارسم لاين انا دغري مباشره على الانترسكشن للانترسكشن، وهيدا اللاين اللي استعنا فيه فينا نلغيه. اذا هيدي اول فرزه حتبلش من هون. وين بتنتهي؟ عم تنتهي بنفس المبدا، بنفس الطريقه، على بعد كمان مبين واضحه متناظره على بعد 35 من هيدا المكان. فكمان هيدا بعمل له اوفسيت على 35، بطلب الاوفسيت مكتوب 35، انتر، بعمل 35. اذا هون الحدود، الجزء اللي عم نشتغل عليه، بناخذ لاين بهيدا المكان من الانترسكشن الى الانترسكشن. إذا هيدا الخط استعنا فيه فينا نعمل له ديليت، فينا نعمل تريم للرسمة، تريم نشيل الخطوط الزايدة. بلش يبين معالم الشكل معي، رايت كليك انتر، والخطوط البقية ديليت. هيدا هو الشكل اللي أنا عم دور عليه، هيدا هو. عندي الزوايا هون مبرومين على، بقول لي على الفلت على 10، بطلب فلت، بطلب الأمر الفلت، بحدد الراديوس على 10، أوكي، وبدله على هيدا الخط مع هيدا الخط. برملي اياه راديوس 10، كمان بكبس انتر بعيد الامر الاخير، كمان هون، كمان انتر بعيد الامر الاخير بهالشكل، وعندي اياها بهالشكل. هيدي رسمناها. نحن كم وحده عندنا من هاي الفرزه؟ عندنا 1 2 3 4. فاذا بطلب امر الاراي بعمل منها 4، اراي بولر، سيلكت اوبجكت، بعلم الاوبجكت كله سوا، بحاول ما انسى ولا شيء، انتر، center point of array بخدها هون على intersection، number of items بعطيه 4، وبكبس علامة الصح من هون، صار عندي 4 بهالشكل. فإذا أنا رسمت هاي الفرزي. خلينا نطلع الفرزي الخارجية. الفرزي الخارجية هي الدياميتر 254، يعني من أعلى نقطة إلى أوطى نقطة 254. فإذا بطلب circle center and diameter، سنتر حيكون على الانترسكشن، و 254، طلع معي هيدا هو الشكل اللي هو الخارجي 254 صحيح. نجي للتفاصيل الثانية، نحن هيدا الجزء فينا نلون هيدا، نعطي لون مختلف الخارجي، نعطي لون أخضر مثلا، تمنضيع. عندنا السيركل الأصغر اللي هو هيدا، الدياميتر اللي له 64، سهلة هيدي. نطلب سيركل سنتر اند دياميتر هوني و 60 64، هيدا هي. اللي بعده السيركل اللي فيه دوائر صغيرة اللي هو هيدا السيركل،
الراديوس له 57. فبطلب سيركل سنتر اند راديوس، قلنا 57. فإذا بنحدد الراديوس له 50 57 طلع معي. هيدا ممكن نلونه لون، فينا نحطه بطبقة الأكسات ونوزع عليه تركلات أوائل، المجموعة الأولى من السيركلات نطلب هيدا، فينا نحطه بطبقة الأكسس مثلا، فينا نجي نوزع عليه الدوائر. خلص الدوائر الموجودين على هيدا اللي هو هيدا. عندي أنا أول دائرة موجودة على انحراف 45 درجة من الخط الأفقي، من الخط العمود. إذا أنا ممكن أعمل حاول لاقي الخط الانحراف، بأخذ لاين من هون لهيدا المكان، انطلقنا شيفت آت، أعطيه طول شو ما كان الطول مش مهم، بالزاوية 45 درجة. إذا هيدي هي هون مكان السيركل، حيكون السيركل الأول بهيدا المكان. إذا بطلب سيركل خلينا نشوف الراديوس لإله قديه. فإذا هيدا الراديوس لإله حيكون 8، حيكون بهالمكان على بعد 8، على الراديوس لإله 8. بطلب سيركل سنتر أند راديوس، بياخد على الانتر سكشن هون، بعطيه 8. إذا هيدا بدي منه لهيدا السيركل، فينا نستغني عن هيدا الخط ديليت، فينا بدنا منه هيدا 4 كمان. عندي 1 2 3 4، فبطلب الاراي اراي بولار سيلكت اوبجكت، بدله على الاوبجين اللي بدي ارسمها، انتر، بيقول لي حدد السنتر بوينت اوف اراي، هيدا السنتر بوينت اوف اراي، نمبر اوف ايتمز بحدد له 4 من فوق، وبكبس هيدي خلصنا منها. نجي للي بعدها، السيركل الاخر اللي بعده عندنا، خلينا ناخد هيدا. اوكي، نفس المبدا، كان لازم ما نلغي الخط، هيدا موجود، هيدا الدياميتر اللي له 174، هيدا الدياميتر اللي له 174 كمان. سيركل سنتر اند دياميتر بهالمكان و 174، 174 طلعنا فيه. كمان من لونه لون مختلف عن لونه اللي نحطه بطبقة الأكسات. فرد مرة كان عندنا خط نحن لغيناه، حنرجعه، فينا نرجعه بكل بساطة بهذه الطريقة، نجيبه بهالشكل لهون، اوكي، ونعمل له اكستند لوين لهون، نطلب امر الاكستند، او كان لازم ما نلغيه، نطلب الاكستند اللي هو بس عليه لللاين، احنا بهمنا يوصل لهالمكان، وصل لهالمكان. اذا السيركل حيكون هون بهالمكان، اذا في سيركل اخر حيكون عندنا دائرة اصغر شوي من الدائرة اللي رسمناها قبل هيدا الوقت، هيدي الراديوس لإلها 6. نطلب سيركل هون بهالمكان، سيركل سنتر اند راديوس، وبنعطيه راديوس. اوكي، نعمل منه اراي 4، اراي بولار، من نعمل سيلكت اوبجكت، عم بيقول لي سيلكت اوبجكت، هيدا هو الاوبشن، انتر، سنتر بوينت اوف اراي، سنتر بوينت هو هون، نمبر اوف ايتمز 4، ونكبس هي وزعناه هون بهالمكان. نجي بعد عنا الدائرة الأكبر، هي موجودة على سيركل 105، هو هلا فعليا هيدا. هنطلب سيركل سنتر اند دياميتر، نعطيه هون، اوكي، حيجي ملامس للرسم اللي رسمناه بالبداية، هنعطيه لون مختلف شوي، هنعطيه لون آخر، هيدا اللي موجود على 150، من نالو سنت تو باك رجعناه لورا، موجود على 150. خلينا نرسم الدائرة الكبيرة، الراديوس الى 18، موجودة بالسنتر، فينا نحطها هون، في منا 4. فإذا فينا نطلب سيركل سنتر اند دياميتر، وهون 18. طيب هيدي في منا بنحطها بالاراي، وكمان عندنا 4، نطلب الاراي اراي بولر، هي عندنا منا select object، علمنا الobject center point of array هون، number of items 4، صارت موجودة عندي. طيب ممكن احنا نلونهم هون لحتى ما نعجقها كتير، هون نلونهم لون مختلف. طيب هيك بنكون خلصنا، هنحط القياسات عليها. في عنا طبق اسمها dimension، نوقف بقلبها، انا معرفها سابقا. طيب هنحط القياسات عليها. عندي خلينا نبلش من الأسفل للأعلى، عندي هون الدياميتر 64، إذا هيدا اللاين ممكن نلغيه. سيركل دايمنشن دياميتر
هيدا 64. طيب اللي بعده هيدا الراديوس 57، دايمنشن راديوس هيدا 57 رسمناها. اللي عنا اللي بعده عنا هيدا دايمنشن راديوس 70 أو 150. اوكي عنا دايمنشن راديوس 57. عنا ممكن نطلع الأبعاد بطريقة تانية كمان، دايمنشن دياميتر أو لينير، بنقول له من هالنقطة إلى هالنقطة جيب لنا إياها. فينا نوزعهم بالشكل اللي بدنا نريد، فينا نجيب دايمنشن راديوس أو دياميتر راديوس للدوائر الصغار 9 8 لازم تكون، فينا نعدلها، عملها موديفاي اكسبلود، والباقي نفس الطريقة فينا نعدل فيهم. طب طب يعني بنكمل هيك، بنكون خلصنا. شكرا لكم، يعطيكم العافية.